بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات. ورسميا الآن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن التنسيق الرسمي للجامعات الخاصة والأهلية لهذا العام 2021. عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري صباح اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد حلمي الغار أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية. ووافق المجلس على تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021-2022. وفيما يلي ينشر جريدة اليوم السابع قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالعام الماضي بعد إقرارها اليوم، والمقرر أن تطبق الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق العام الجامعي 2021-2022، حيث كان الحد الأدنى للتقدم العام الماضي بكليات الجامعات يبلغ 95 لكلية الطب البشري و 90% لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، و 80% لكلية الهندسة والطب البيطري، و 70% لكليات الفنون التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب، و 60% لكلية الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة، و 55% لكليات الزراعة وباقي الكليات. وبكده يكون عرفنا قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالنسبة لتنسيق هذا العام 2021-2022. ياريت ما تنساش اللايك والشير وكمان الاشتراك في القناة. دمتم في أمان الله، وبالتوفيق لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.